السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم عندنا واحد الفلوق جديد, جوله في تشاينا تاون ديال مدينه فيلادلفيا, يعني المدينه ديال الشينوا فيلادلفيا في امريكا. غنوريكم كيداير السوق ديالهم وكيف دايره تشاينا تاون عندهم. انا ما شاء الله عندهم حتى الخضار والفواكه, تبارك الله دائما تبيعوا هذاك الشيء عندهم فريش. هذا راه السوق الخارجي, يعني ديك الجيت الخارجي ديال المدينه, تدخل من هنا صافي تدخل تشاينا تاون. كل شيء مكتوب باللغه ديالهم بالحروف ديالهم, الناس اللي ساكنين تما والمتاجر كلها هي ديال تشاينيز, يعني فيهم كوريين فيهم جابانيز فيهم كوريين جابانيز ولا الاسيويين بصفه عامه. فيها هذه يعني ما شاء الله راه فيها جميع لي ريستوران ديالهم, المخابز ديالهم, عندهم الاماكن لبيع السمك عندهم كثيره تما, عندهم تبيعوا الخضار الفواكه اي حاجه تجاره, عندهم الاكيبانكتشر يعني العلاج بالاعشاب وداك الشيء اللي مشهورين به. يعني هذه المدينه هذا حي في وسط مدينة فيلادلفيا تسميه تشاينا تاون, يعني في جميع الأشياء اللي تتخصصهم, يعني واخا ما يكونوش يتحدثوا باللغة الإنجليزية اللي ساكنين هنايا يعني ما يحتاجوا ليهاش نهائيا, لأن كل شيء عندهم تما باللغة ديالهم, يعني ممكن يتقدم عندهم حتى مدارس ديالهم تما. كل شيء هذاك الشيء ديال الحلاقة كل شيء اللي تحلك على بالك عندهم. وهاد المدينة يعني شي لبهيت اللي تيبان خارجي, شوف كيف داير داكشي ديالهم زوين ما شاء الله. راه تحت هاد المدينة فاش تهبط لأي محل عندهم بحال لاكابل تحت, يعني بحال تتبان لك واحد البيت ولا واحد المرجع الفوق ضروري كاين بحالو ولا أكثر منو لتحت. يعني هادي المدينة تتبان الفوق ولتحت ديالها راه حتى هو عندهم مدينة تحت مدينة. هنا بعض الانواع ديال الخضر, هنا عندهم هذا شنو هو الانواع ديال المكسرات, هنا الاناناس والبطاطا الحلوه ولا السبانخ الخضره بصفه عامه, والفواكه تيجيبوها طريه كل نهار. هذا داير بحال السلق هو ماشي سلق. هنا عندهم هذا الكراب, شنو هما السلطعون تنظن, وهنايا عندهم هنا انواع اخرى ديال السي فود. شنو هو اللابستر هذا راه مازال حي تبيعهم حيين, تتشريه بالوحده. وعاد عندهم المتجر الداخل يعني كله تبيعوا فيه جميع انواع السمك, ما تمكنش كان عامر بزاف ما تمكنش نصور فيه. هنا انواع الفواكه, عندهم شي فواكه غريبة اللي هذا واحد نوع ديال الاجراس تفاح, يعني حتى الاجراس عندهم واحد شي انواع اللي عمرنا ما شفناها. انا بحال نوع ديال البطيخ وهو ماشي بطيخ. نشوف هاد الفواكه اللي عندهم سبحان الله, حتى الخضر عندهم شي انواع ديال الخضر اللي واحد عمرو ما ذاقها عمرو ما شافها. هما مشهورين تيستعملو الخضرة والفواكه بزاف وتياكلو هداك الشي طري, وعندهم كتير تيعتمدو بزاف على السمك على السي فود. أنا شوف عندهم السلالم معطينا تبقى هاديك باش تينزلو. مازال هنا فواكه أخرى, شوف هادي الكوافا تكون حلوة من الداخل زوينة بزاف, نوع واحد أخر ديال الإجراس سبحان الخالق سبحان الله. هنا البرتقال هذا عادي, هنا لك شنو هو تنقولوا البامبلوموس, الصبانخ كذلك, يعني تبارك الله عندهم متاجر كبيرة عامرة بيتشي. عندي مدينة قلب مدينة الكيوي, انواع واحدة اخرى ديال البرتقال. شوف عندهم شحال من نوع ديال الاجاس, التفاح حتى هو بالانواع والاشكال.
هنا تيبيعوا لك شي بالباوند. الباوند هو نص كيلو، هو 455 غرام تقريبا نص كيلو. شو هذا النوع سبحان الله ديال الفاكهه؟ هذه راه 3.99 دولار، قريب 4 دولار للباوند نص كيلو. يعني هذه الفاكهه حتى هي ما عرفتش شنو الاسم ديالها، عندهم شي فواكه عمري ما ذقتها، عمري ما شريتها. هذا الرمان عندهم ما شاء الله المنظر ديالو غزال، منظر هذا زعما طيب مزيان. والمندرين هنا كاينه هذه الفاكهه ثاني عمري ما شريتها، خاصه بهم. والفاكهه اللي حداها كذلك، يعني جوج انواع الفاكهه سبحان الله عجيبين. هذا هنا كاين هذاك الكوك، الكوكو مقشرينه من برا، وهذاك تبيعو هكذاك. هنا دي فواكه استوائيه، شتي الكيوي وهذه الفاكهه والكوكو، داكشي كلهم فواكه استوائيه تستعملوهم بزاف. هنا عندهم هذه مخبزه بيكري ديالهم، فيها جميع الانواع فهمتي ديال الخبز والحلويات الخاصة بهم. هذه جابانيز كريب، يعني هذه خاصة هي بالكريب، جابونية هذا المكان خاص هي بالكريب. أنا أشوف في النوافذ ديالهم شنو تيحطو، معروفين بهذاك الفخار ديالهم والنقش عليه. هنا كاين واحد حتى هو مخبزة أخرى وقهوة، يعني الواحد تيمشي يجلس فيها. هنا عاوتاني مخبزة واحدة أخرى خاصة بأنواع الحلويات ديالهم، خاصة جدا. هنا واحد المتجر، شوف الأمام ديالو، شوف تيديرو هاد التماثيل ديالهم تتمثل الحضارة ديالهم والثقافة ديالهم، يعني خاص بهم. هنا واحد هذا بحال متجر فيه متاجر كبير، وفيه واحد وفيه حلال، فيه واحد الغيستورون حلال، حلال جايز راه في الجانب اليمني. انا شوف في هذوك الاعمده ديال المبنى، شوف هاد الاشكال هما تيستعملوا بزاف هاد شنو هذا تيسميوه، هاد الرسومات تيستعملوهم بزاف في المباني ديالهم. عندهم هذاك الدراغون ودراغون، وعندهم هاد ديال الحروب اللي تيكون عندهم هاد الجنود، تستعملوا شي بزاف، تستعملوا الالوان، يعني تمثل هذا الحضاره ديالهم. يعني هما تيحكيو حكايات وقصص على التاريخ ديالهم بهاد الرسوم وبهاد التماثيل تتمثل الحضاره ديالهم. يعني واحد الغيسطه تشاينيز هي ديال النودلز. هنا هذا يعني نتمنى يعجبكم هاد الجولة الخفيفة ظريفة، وإن شاء الله ألتقي بكم مرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.